من هناك، أنا من هنا ولست هناك ولست هنا. مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أنا من هناك. العدوان، الاحتلال، الاعتقال، التدمير، القتل الممنهج، الحصار، اللجوء، المقاومة، مفردات اعتاد الخطاب العربي السياسي على ربطها بالعدوان الإسرائيلي لستة عقود، والقضية الفلسطينية باتت واحدة من القضايا بعد أن شهد التاريخ المعاصر إجراما غير مسبوق ضد شعب ثار على نظامه فقتل. الشعب السوري الذي دفع مثله مثل معظم الشعوب العربية ضريبة القضية الفلسطينية وشعارات الممانعة والصمود والتحدي، هل تعاطف مع قضيته العادلة أيضا المثقفون الفلسطينيون؟ ولماذا تحرك كثير من المثقفين العرب والغربيين إزاء عدوان غزة الأخير بعد صمتهم لثلاث سنوات ونصف على ما يحصل في سوريا؟ للإضاءة على هذا الموضوع معنا اليوم الصحفي والكاتب اللبناني حسام عيتاني، الممثلة الفلسطينية رائدة طه، الكاتب السوري عبد الله الحلاق. مساء الخير. حسام، أبدأ معك، هل توافق على أن النظام السوري غير مفاهيم عديدة كانت لصيقة بالقضية الفلسطينية وبالعدوان الإسرائيلي؟ بمعنى آخر، قتل القضية وما تمثله في الذاكرة من ممارسات عدوانية وعنف. نعم، لا شك أن النظام السوري أساء جدا إلى القضية الفلسطينية، هو العديد من الأنظمة العربية اللي استعملت القضية ك أدوات للهيمنة الداخلية والصراعات الخارجية اللي ما إلها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالقضية الفلسطينية، وهذا انعكس يعني في أماكن كتير في داخل الوطن العربي وفي خارجه بالاعتراض أو برفض شعارات الممانعة وحتى المقاومة التي أصبحت فارغة من المعنى وباتت تشير إلى أشياء أخرى غير التي أراد بها أصحابها أو التي تأسس الوعي العربي العام عليها. باتت المقاومة والممانعة يعني خالية من معناها، وتستخدم في إطارات أخرى. وهذا يعني ساهم في ابتعاد شرائح كبيرة من المواطنين العرب ليس فقط عن أنظمتهم التي استخدمت هذه الشعارات، ولكن أيضا حتى عن القضية الفلسطينية، واعتبارها أنه يعني باتت عبء بسبب ممارسات الأنظمة على حياتها وعلى انتظام. وإذا ما نحكي بعد الثورة السورية، يعني كيف تغير هاي المفردات؟ يعني ما بقى إلى معنى بعد الثورة أكثر لسه من قبل الثورة. طبعا يعني وقت اللي تطرح أنظمة مثل إيران ومثل نظام بشار الأسد ومثل أدواتهم شعار المقاومة، يحق للمواطن السوري وللمواطن العربي عموما أن يسأل ما هي هذه المقاومة؟ المقاومة ضد من؟ إذا كان تدمير المجتمع السوري وتدمير الكيان السوري ككل هو المقاومة، فمن حق الجميع أن يضع علامات استفهام عن مقاومة أي مشروع. لكن هل هو مقاومة حقوق الشعوب العربية في أن تعيش في كرامة وفي حرية وفي ظل أنظمة ديمقراطية وتعددية؟ هل هي مقاومة لإرادة الانفتاح على العالم وإرادة يعني بناء مستقبل ديمقراطي أو متعدد في هذه البلدان؟ هذه أسئلة مشروعة فرضتها ممارسات النظام السوري وغير الأنظمة يعني على شعوب هذه المنطقة. نعم رائدة، المثقف الفلسطيني الذي اعتاد الدفاع عن قضيته وعن قضيته كضحية فلسطينية، واعتاد على إدانة الجرائم الإسرائيلية وهو محق في ذلك، هل يتخوف الآن من فقدان دوره كضحية؟
أنا لا أعتقد ذلك. أصلا مسألة المثقف الفلسطيني شائكة شوي. هلأ في عدة أسباب لعدم، وأنا بشك أنه في أي مثقف فلسطيني أو في إنسان لم يتعاطف مع الثورة السورية، وكلنا نعلم ذلك. هلأ بصير موضوع الشهادة، يعني يتعاطفون في السر لأنه لا يتعاطفون في السر، ولكن في مسألة مهمة جدا أنه الأخذ مواقف مع أنظمة أو ضد أنظمة خلى الفلسطيني يدفع ثمن غالي جدا. خلينا ناخذ مسألة مثلا صدام حسين بالعراق، كيف دفع ياسر عرفات أوكي ثمن هذا الموقف بتهجير 400 ألف فلسطيني من الكويت، زائد دفع الثمن على 35 ألف فلسطيني كانوا عايشين في العراق، أصبح جزء منهم عايشين على الحدود ما بين العراق وما بين الأردن، زائد 35 ألف ليبي كانوا عايشين كمان في ليبيا وفي ظل وضع سياسي غير صحي لهذا العدد من الفلسطينيين، دفعوا ثمن. فلسطيني تعلم من تجاربه، ولكن قلبا وقالبا هو مع الثورة السورية. وأكبر يعني أكبر دليل هو 650 شهيد اللي استشهدوا في مخيم اليرموك. نعم نحن عم نحكي هلأ عن الفلسطيني الشتات، ما عم نحكي على كل حال. حتى في سوريا في كتير فلسطينيين سوريين التزموا الصمت والحياد أو عبروا عن مواقفهم الموالية لنظام بشار الأسد في قتل حتى الفلسطينيين. نعم. وأنت عم تحكي هون عن الأنظمة، أنا عم بحكي عن النخبة الثقافية. أنا برأيي، أنا صراحة شخصيا لا أعطي هذا الاهتمام الكبير للنخبة. أنا بالنسبة لي هذه مسألة شعبية، إذا المثقف أعطى رأيه أو لم يعطي رأيه، عندك الدلائل المحطوطة على الطاولة، في ثورة موجودة، في شهداء. بس أنا دائما بسأل سؤال، لماذا دائما الفلسطيني يوجه إلى السؤال ومطلوب منه موقف دائما؟ بغض النظر عن الثورة السورية أو أي ثورة، لأنه معني طبعاً طبعاً ما حدث في مخيم اليرموك. أظن لي هذا الموضوع حمل أكثر من طاقته، أنه لماذا المثقف الفلسطيني لم يأخذ موقف، وكأنه أصبحت المشكلة هي كلها هذا المثقف الفلسطيني. ربما لأنه في اعتقاد، وقد يكون صحيح، أنه هاي الشعوب دفعت ثمن القضية الفلسطينية لسنوات من القمع والاعتقال. صحيح مع كل احترام، ولكن ما زال الشعب الفلسطيني يدفع ثمن كبير. عندك 11 ألف أسير لسه تحت، يعني السكينة لما تكون محطوطة على الرقبة ويكون في لسه قضية ماشية وقضية ما زال شعبها يدفع ثمن، أظني لا يعني لا نكسر عليه يعني الحمل. أنا ليس دفاعا عن أحد حقيقة يعني، وأنا لا يسعدني أبدا أنه يكون أي مثقف أو غيره ما أعطى موقف مباشر مع الثورة السورية، ولكن يعني الموضوع يعني it goes without saying زي ما بيقولوا، أنه الموقف موجود مع الثورة السورية، وتاريخ الثورة الفلسطينية هو بدأ كحركة تحرر، فهو مع أي حركة تحرر من نظامها أو من العدوان أو من إسرائيل يعني. نعم، لكن يبدو في بعض المواقف أنه ليس مع كل حركات التحرر يعني. هل لا 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 عبدالله أظن. هل توافق على أنه في يعني في هذا الطرح في إثقال على المثقف الفلسطيني، أو يعني أنا بشوف وأنت تنتمي إلى جيل الثورة وجيل طلائع البعث وشبيبة الثورة، وكلنا بنعرف كيف ورثنا القضية جينيا يعني على شوي، بتوافق انه تغير نظرة هذا الجيل، تغيرت نظرته وعلاقته مع القضية الفلسطينية؟ هلق لا شك انه نحن كلنا مثل ما حكيتي يعني بين قوسين، جيل طلائع البعث وجيل شبيبة الثورة وجيل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، اللي كنا ناخذ عن القضية الفلسطينية بكراساتنا وكتبنا المدرسية، وكنا ناخذها طبعا مثل ما هي منفصله على مقاس النظام السوري اساسا يعني من حيث اللاحيه الخطابيه واللغويه و هلا اكيد بالثوره السوريه صار خلخل كتير كبير لهذا الموضوع. علاقه المثقف، هلا بدنا ندخل بموضوع المثقف، علاقه المثقف الفلسطيني مع الثوره السوريه انا ما كتير بفصلها عن علاقه المثقف السوري اساسا مع الثوره السوريه. يعني في حاله كتير تشابه بالحاله بين صحيح السوري والفلسطيني. صحيح. مثل ما في مثقفين فلسطينيين
التزموا الصمت أو الحياد. كمان في مثقفين سوريين وكبار كمان التزموا الصمت والحياد بين الحكاية. ما أنا كتير مفصول الحكاية، وأنا برأيي لا معنى من الإشارة إلى هوية المثقف الصامت إذا مقتل كبير مثل اللي عم تصير بسوريا يعني فلسطيني أو سوري أو لبناني، وخاصة إذا كان هذا المثقف الصامت هو جزء من منظومة ممانعة أساساً. يعني ترى في النظام السوري نظام ممانع ونظام يدافع عن القضية الفلسطينية، ونظام لديه فرع باسم فرع فلسطين أساساً، فرع مخابرات وفرع قتل وفرع. فتحديداً الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين أنا بشوفه بنفس الخانة بموضوع العلاقة مع الثورة السورية والقضية الفلسطينية، إما موضوع الصمت المقصود وهني تماماً عارفانين شو عم يصير بسوريا، وعارفانين إنه هذا النظام استظل زوراً بالقضية الفلسطينية وقمع الشعب السوري واللبناني والفلسطيني لأربعين سنة باسم هاي القضية، أو يعني بده يكون مغرر فيه نهود. أنا كتير بعتبره نقلال يعني، لأنه أكيد واضح الشيء اللي عم يصير بسوريا. نعم، لكن أنا بحب أسمع منك كحدا ينتمي لجيل جديد، في نظرة الآن أنه تغيرت، يعني تغيرت إذا بدك الإيديولوجية القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي. يعني في جيل كامل بيقول لك نحن لم نتضرر من إسرائيل بقدر ما تضررنا من هذا النظام. طبعا هذا لا يبرر الإجرام طبعاً الإسرائيلي طبعاً ولا يبرر طبعاً عدوانيته ولا وحشيته. يعني الجريمة جريمة والاعتقال اعتقال والقاتل قاتل، مين مكان القاتل ومين مكان الضحية بالأخير. بس أكيد بالنسبة للسوريين والفلسطينيين السوريين اللي عم يعيشوا بسوريا وعم يعيشوا هاي المأساة، أكيد القضية الفلسطينية ومركزيتها تعرضت برأيي لانزياح لصالح الثورة السورية والكارثة اليومية اللي عم يدفعوا ثمن هدول الناس السوريين والفلسطينيين تحديداً الموجودين بالمخيم أو بغير المخيم. فشيء طبيعي يعني واحد عم يعاني يومياً داخل دمشق بمخيم اليرموك أو بالتضامن أو بأي منطقة تانية. كانت قضيته المركزية كفلسطيني موجود بالشام يمكن بعيدة عنه 500 كيلومتر يعني بين وبين إسرائيل مثلا، صار عم يعيش يوميا نفس المأساة اللي عم يعيشه السوريين. فأكيد شيء طبيعي أنه القضية الفلسطينية برأيي تعرضت ل أو ما تهمشت. أكيد هي بتضل قضية إنسانية وتحررية كبيرة وطنية طبعا، مثل القضية السورية أساسا اللي هي قضية والثورة السورية اللي أساسا قضية تحرر وطني بامتياز، يعني قضية إنسانية كبرى. فأنا بشوف بها البساطة هي يعني القاتل قاتل، الجلاد جلاد، اللي عم يعمل اعتقال عم يعمل اعتقال، بس الدرجة بتختلف أكيد. نعم، رائدة مرة حكيتي عن مظاهرات في فلسطين تدعم ثورة الشعب السوري، ضربوا المتظاهرين واعتقلوا. نعم، السلطة الفلسطينية منعت قيام هاي المظاهرات. هلأ في شيء يعني يثير الانتباه يعني أنا بحب دائما أحط فاصل أو فرق ما بين السلطة الفلسطينية وماذا تمثل وموقفها الرسمي وما بين الشعب ماذا يمثل. والشعب بحكي أنا مش الشعب، يعني في جذور لمجتمع مدني عانى من الانتفاضة لسنوات، يعني في تجربة عميقة وتاريخية للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يدرك. وأنا يعني ساكنة يعني أنا بيتي ومركزي في رام الله، يدرك معنى الثورة وقديش أهميتها، وخاصة في سوريا الثورة السورية، لأنه يدرك تماما أنه النظام كان مسؤول عن عدة مجازر للشعب الفلسطيني. نعم. منها تل الزعتر ومنها صبرا وشتيلة. ففي إدراك. هلأ الموقف الرسمي الفلسطيني طبعا من السلطة الفلسطينية هذا أصبح يعني شيء داخلي بيننا، إحنا غير راضيين عنه، غير موافقين معه ونختلف معه، أصبح شأن داخلي نختلف معه جدا. بس أنا بقدر أفهم شغلي على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد يعني السياسي، كيف ممكن هاي السلطة تأخذ موقف أو لا تأخذ موقف بناء على تجارب قديمة اللي أنا حكيت عنها في العراق وفي العراق والكويت، ويعني هم مخدين دور الحذر. ولكن أنا بقولك بصراحة كان في دور قمعي لمنع هاي المظاهرات، يعني ما بدهم أي مظاهر تحررية، أي مظاهر خارج عن حدود المسألة الفلسطينية. في كل أحوال يعني التجارب بتقول الشعوب لا تنتظر شيئا من حكام آخرين أو من سلطات أو أبداً. حسام، يعني الفلسطينيين بالشتات هم الحلقة الأضعف، يعني يسهل توريطهم
إذا بدك. ونذكر والفلسطينيون يذكرون أيضا الاتهام الرسمي لهم بالمسؤولية عن أحداث درعا واللاذقية بداية الثورة على لسان بوسينة شعبان في مؤتمرها الصحفي الشهير 23 أدار مارس 2011. ومع ذلك ثمة خوف من الاعتراف بأن هذا النظام النظام الممانعة الذي ارتكب مجازر عدة من بينها تل الزعتر يستخدم القضية الفلسطينية كورقة لقمع شعبه وللبقاء في السلطة، يعني للبقاء في السلطة حتى الآن بعد 3.5 سنوات من القتل اليومي والممنهج. شو السبب برأيك؟ يعني إذا بدنا نحكي من وجهة النظر من وجهة نظر السلطة الفلسطينية الرسمية، في بالإضافة للشيء اللي قالته رائدة يعني التجارب المريرة السابقة، في مشكلة تتعلق بمعنى الشتات بالنسبة للسلطة الفلسطينية. في مشكلة كتير كبيرة في العلاقة بين الشتات الفلسطيني والسلطة الموجودة منذ اتفاق أوسلو أو حتى منذ بداية الانتفاضة الأولى، عندما ظهر أنه القضية صارت في الداخل ولم يعد الشتات هو الرافعة الأساسية للقضية الفلسطينية. إذا بتلاحظي أوضاع كل المخيمات الفلسطينية ليس فقط في سوريا ولكن في لبنان أيضا وفي غيره، أنه في انحسار مش بس في الخدمات الإنسانية والتعليمية اللي كانت تحصل عليها هذه المخيمات، في انحسار أيضا في العلاقة السياسية بين الفصائل الفلسطينية وأهالي المخيمات، في تجاهل، في شكوى من غياب مرجعية، في ترك لمواقع أساسية كان يجب أن يهتم فيها ممثلو الشباب الفلسطيني الشرعيين، يعني منظمة التحرير، السلطة إلى آخره، أو حتى الفصائل المعارضة لمنظمة التحرير، أهمل هذا الشتات الفلسطيني بالكامل وترك ليواجه مصيره. يعني في تجارب بالإضافة لمخيمات درعا واليرموك، في تجربة نهر البارد يعني اللي صارت من 7 سنين وعمليا ذبح الفلسطينيين فيها بتآمر. يعني هلأ مش داعي نرجع نفتح هذيك الصفحة، ولكن الملفت للنظر في هذيك المرحلة أنه السلطة الفلسطينية تقريبا وقفت على الحياد. بفهم أنا أنه في التجارب السابقة في دور الفلسطيني في لبنان بين 75 و 82، في مشاكل حرب المخيمات، في ذاكرة مريرة بين اللبنانيين والفلسطينيين، ولكن كان ممكن أنه تتدخل السلطة الفلسطينية في عدة مناسبات في لبنان وفي سوريا وفي غيرها لو كان لهذا الشتات وظيفة سياسية أكبر مما تنظر إليه السلطة اليوم. نعم، يعني ربما بعد الربيع العربي أو الثورات العربية والثورة السورية خاصة العلاقة مع الآخر باتت أكثر وضوحا، يعني وصارت صحية أكثر. كانت علاقة السوري واللبناني، علاقة السوري والفلسطيني، اللبناني والفلسطيني يمكن مش صحية أكثر، لأن يمكن واقعية أكثر أو ملموسة أكثر، لأن عم نشوف تصاعد نزاعات عنصرية وشوفينية في كل عند كل الأطراف الطائفية والوطنية. يعني عند السوريين في نزعة إنه نحن نعامل بشكل سيء جدا في لبنان وعنصري. في هو يعني تلبس دور الضحية المطلقة، إنه نحن ضحايا، شوفوا كيف تكون تساعدونا. وبالناحية الثانية في خطاب عنصري واضح عند اللبنانيين، إنه هودي جايين ياخذوا لنا فرص عملنا وامتيازاتنا، حتى المي عم يخ إلى آخره. يعني ولكن الجانب السلبي هذا ممكن يتوظف بطريقة إيجابية، إنه نحن على القليل صرنا نعرف إنه في مشاكل بين بعضنا. يعني خلصنا من روايات سواربينا ومن قصة الخرافات السابقة وإنه حبيبي ما في نحن أخو ما في شيء بين بعضنا، إنه في مشاكل قد تكون مشابهة لكل المشاكل اللي بين الشعوب المتجاورة والمتداخلة سكانيا وديموغرافيا وسياسيا. وبالتالي يعني عندما تهدأ الأمور شوي مفروض أنه تتعقلن هذه المشاكل وتجد علاجات منطقية بما يضمن مصالح الجانبين. سنتوقف مع فاصل قصير ثم نتابع مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. أنا من هنا ولست هناك ولست هنا.
أنا من هناك، أنا من هنا ولست هناك ولست هنا. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. رائدة، بعض الفصائل الفلسطينية في سوريا تعتقد أو لديها قناعة بأن مصيرها مرتبط بوجود النظام. وإذا ما نحكي عن النخبة، نعرف أن معظم النخبة الثقافية اليسارية يعني يجمعها العداء للسياسة الأمريكية، لكن هل يعقل أن يودي هذا العداء إلى السكوت عن حصار مخيم اليرموك في سوريا، خاصة وأن المخيم فقد 150 أو أكثر من مواطنيه بسبب الجوع؟ للأسف إنه هذا يعني اللي عم تحكي عنه حصل الآن. أنا لا أحب أن يعني لا أحب أن أمثل دور الضحية، أو ما بحب يكون الفلسطيني دائما هو مصدر الضحية. لما بتفكري ضحية بتفكري فلسطيني، لأنه عنا يعني أسست منظمة التحرير الفلسطينية لكي تكون الممثل الشرعي والوحيد للكيان الفلسطيني. وياسر عرفات إذا لم يفعل شيئا في حياته الله يرحمه، استطاع أن يأخذ الورقة الفلسطينية من تحت إبط كل زعيم عربي، كل نظام عربي، لكي يمثله ويكون له مرجعية فلسطينية. أنا أحمل المسؤولية كاملة بالسلطة الفلسطينية التي لم تهتم بشؤون الفلسطينيين في لبنان، والفلسطينيين في سوريا، والفلسطينيين في العراق، والفلسطينيين في ليبيا، وبعض الفلسطينيين اللي ما عندهم هويات أو ما عندهم أوراق ثبوتية في الأردن. يتحمل المسؤولية هو المسؤول عن هذا الشعب الفلسطيني، السلطة الفلسطينية. لو كان هناك شيء من التخطيط والتدبير والاهتمام لمصلحة هؤلاء الناس الذين كانوا عرضة للقتل والجوع والموت، لما كان حصل ذلك؟ لكن هم شاركوا أيضا في قتلهم. يعني لا أستطيع أقول، يعني ممكن يكون القتل مباشر أو غير مباشر، ولكن هم يتحملون المسؤولية التاريخية يا عزيزتي. هم يعني لن يرحمهم التاريخ، لن يرحمهم التاريخ. أحكي عن جماعة أحمد جبريل، شاركوا فعليا. شوف، الجبهة الشعبية القيادة العامة هاي مسألة أخرى. أحمد جبريل شارك بشكل مباشر في قتل الفلسطينيين ومنذ زمن بعيد. هاي الثورة أفرزت عدة ناس على مر التاريخ، جماعة هم قتلوا قياداتهم وقتلوا ناسهم بإيدهم، زي أبو نضال قتل قيادات فلسطينية تخلص منها. وفي يعني أنا ما بدي أكون قاسية جدا، ولكن هناك ناس يفرزهم التاريخ في مسيرة الثورات يعني يعملوا ضد هذا الشعب أو ضد ثورتهم، ضد شعبهم. منهم للأسف شخص مرتزقة يعمل لصالح النظام، وله كان يعني مركز مرموق جدا عند النظام السوري يدعى أحمد جبريل، شارك بقتل أهل شعبه. بينما حماس منذ البداية اتخذت موقفا مغايرا. حماس موقفها مختلف جدا. مختلف، بس حسام كيف بتبرر موقف حماس؟ حماس كانت أيضا محتضنة من النظام في سوريا ومقربة جدا، وبصراحة كان مستغرب موقفها منذ البداية المؤيد للثورة. يعني موضوع حماس مركب من عدة عناصر، منها السياسي، منها يعني رؤيتها لضرورة الاقتراب أكثر من جمهورها ومن شعبها، ومن وفي كمان الانتماء الإسلامي كمان، خلينا ما ننكر هالشيء اللي أدى دور وتعزز بعد إصرار إيران اللي كانت تساعد حماس مساعدة مهمة على دفع كل الأطراف اللي كانت متحالفة معها إلى مساندة النظام السوري. اختلفت القراءتان يعني، وتبنت حماس قراءة أقرب إلى يعني المراهنة على الثورات العربية وعلى حركة الجماهير العربية، من القراءة اللي فرض محور المقاومة أو محور الممانعة على القوى المؤلفة له. يعني حماس مثلا والجهاد اللي دايما يعتبروا
مترادفتين أو تبنوا قراءتين مختلفتين للموضوع السوري، رغم أنه بيشتركوا بكثير أشياء وبيتعاونوا في يعني مع بعضهم بكثير جبهات ومواقف وكذا. كل واحد تبنى قراءة مختلفة للواقع العربي، وهذا يعني رتب، يعني إذا بدنا نشوف مؤخرا شو صار بحرب غزة كمان بينت أنه هذه حرب تخوضها حماس في معزل عن محور المقاومة. بعد في 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 البعد اللي اسمه الانتماء إلى المحور الإسلامي الجديد الصاعد في المنطقة، أدى دور بانحياز حماس إلى الثورة العربية. نعم. علما أن الثورة السورية لم تبدأ إسلامية. لا طبعاً عبد الله، يعني أنت كاتب وباحث، وبحب أسألك هذا السؤال انطلاقا من مهنتك، يعني كيف حدا مثلا مثل أسماء عديدة يعني أدهشنا صمتها، مثلا المخرج محمد بكري برر موقفه بعد فيلم يرموك يلي أثار زوبعة من الاستنكار، ما بعرف إذا حضرتي رائدة، يعني يبرر يقول لست العربي الوحيد النائي عما يدور في سوريا، وقال إنه لا يستطيع الوقوف مع طرف ضد آخر بعد دخول قوى ظلامية تقتلع القلوب. طب هل كان موقفه مغاير يعني قبل أن تدخل قوى الظلامية إلى سوريا وتقتلع القلوب؟ يعني بداية الثورة ثورة سلمية، لم نسمع صوت محمد بكري أو غيره. نعم، جزء من المشكلة حقيقة أنه المثقفين الفلسطينيين أو المثقفين السوريين عموما أو العرب يكون موقفهم من الثورة السورية ببدايتها مثل موقفهم بنهاية أو بالأطوار الأخيرة اللي نحن عم نعيشها هلا بالثورة السورية، ما بعرف إذا الأخيرة بس الأطوار المتأخرة من الثورة السورية، ويبنوا موقفهم الحالي أو يبنوا ما يحدث في سوريا حاليا من حالات جهادية وحالات تطرف ديني وراديكالية وحضور لتنظيمات متطرفة جدا، يعتبروا أن الثورة السورية منسوبة من بدايتها إلى هذه الحركات، وهم بذلك يسوقوا لرواية النظام السوري أساسا. يعني الثورة السورية كلنا نعرف، وأنا وأنت سوريين نعرف أن الثورة السورية لم تبدأ هكذا، هلأ صارت هيك أكيد موضوع طلع عن إيد السوريين أساسا. المثقفين الفلسطينيين اللي تفضلت بواحد منهم مثال على هالشيء، والمثقفين السوريين ما بدهم يشوفوا الثورة السورية إلا أنها عبارة عن تمرد سلفيين حركات جهادية، وهم قرروا ذلك قبل أن تصبح يعني تماما يعني بوسينة شعبان بعد أسبوع كانت عم تحكي بعدها بالإمارات السلفية الموجودة وغيرها وغيرها بالطائفية وغيرها وغيراتها. هدول الجماعة لما بدهم يحكوا بموضوع أكلة القلوب وبين قوسين جهاد النكاح مثل ما تروج بعدين وغيرها من مقولات، وأنه داعش هي الوجه اللي بيشوفوا الوجه الوحيد للثورة السورية أو الجيش الإسلام أو جبهة النصرة، هدول الناس أساساً ما عم يشوفوا جزر المشكلة وين. يعني يعني ببساطة ما حدا من هدول المثقفين ما بيعرف مين هو النظام السوري، ما بيعرف شو هو النظام السوري أساساً، بينما النظام يعرف عنهم كل شيء، يعرف عنهم كل شيء بإرادتهم أو بغير إرادتهم طبعاً. إذا بدك يعني يعني كمان هي حكاية ما في حدا من المثقفين، يعني نحن عم نحكي عن النخبة ما نحن عم نحكي عن ناس بسيطين، والعكس الناس البسيطين تقدموا عن النخبة وسبقوا النخبة بأطوار بسيطة بأطوار كتير كبيرة. هدول الناس البسيطين سبقوا نخبهم الصامتة عن الشيء اللي عم يصير، نخبهم الفلسطينية والسورية واللبنانية، اللي أساساً أنا مثل ما حكيت بالمحور الأول أنه هي دائماً أنا بعتبر السبب الأول لصمت أي مثقف سوري لبناني فلسطيني عما يحدث في سوريا هو بالدرجة الأولى درجة ارتباطه أو عدم ارتباطه بمحور الممانعة وأكذوبة الممانعة وأكذوبة المقاومة وغيرها وغيراتها. يعني هدول الناس نعرف وين بيكتبوا وين بينشروا، هاي منابر بيطلعوا، هاي فضائيات بيحكوا، ارتباطه مهنيا تقصد مهنيا وأخلاقيا وسياسيا وإذا بدك أمنيا كمان، يعني يعني حتى الجانب الأمني ما ننكر هذا الشيء كمان، نحن يعني يعني نكون صريحين بالموضوع كله. طبيعي ناس تشوف إنه الثورة السورية مختلفة عن ثورات مصر وتونس واليمن وليبيا، وتشوف أنه هذيك الثورات هي ثورات محقة وثورات تحرر وطني إذا بدك، ويشوفوا الثورة السورية هي الاستثناء الوحيد اللي ما بينطبق عليه أي نموذج من الثورات السابقة. يعني أنه الشعب المصري بوقفه معه، الشعب التونسي بوقفه معه بثورته، طبعا الشعب المصري أكثر لأنه بتعرفه
كمان حكاية الممانعة ونظام حسني مبارك وغيره وغيرها تلعب دور بهذا الموضوع. الشعب السوري اللي طلع أساسا بثورة سلمية ضلت لأشهر، للأسف إنه صار الوضع هيك، بس أكيد يعني هي خارج موضوع، ولا تزال في بعض المناطق طبعا في بعض النقاط طبعا يتم تغييبها إعلاميا كتير، تغييب كتير انحسر يعني. كتير انحسر الحراك المدني والسلمي والديمقراطي، بس أكيد موجود هو. نعم. طبعا انحسر لصالح للأسف الجماعات التكفيرية. نعم. ولصالح المناطق أو لصالح سيطرة النظام على بعض المناطق. نعم. يعني هلا هدول الجماعة ما بدهم يشوفوا إلا إنه الثورة السورية هي ثورة أكلت أكباد أكلت قلوب بيجوا منا، أو إنه الشعب السوري اللي طلع هو كله عبارة عن أما يا أما ناس شيشانيين يا أما أفغان يا أما داعش يا أما النصرة يا أما. نعم. يعني مفهوم الحكاية. نعم. فلما بتحكي عن نخبة غير لما بتحكي عن ناس ما عندهم اطلاع على النظام السوري، ما عندهم اطلاع على الأشهر الأولى من الثورة السورية، ما عندهم اطلاع هذا النظام شو عمل بقضيتهم الفلسطينية أساساً قبل ما يعمل بالشعب السوري اللي عمله هلا. نعم. فبتصوري رائدة يعني باختصار قبل ما ننتقل لسهام أبو الستة، هل توافقين على فكرة عبد الله ربط المحور الممانعة ب يعني الصمت حيال ما يجري؟ يعني محور الممانع كله هذا السؤال يعني يعني كأني أصبح ممزوج. يعني محور الممانعة شو الممانعة؟ يعني الممانعة يعني لما بقول لك دول الممانعة يعني الممانعة ضد مين؟ لما بنحكي عن صحيفة ممانعة، لما بنحكي عن صحيفة علمانية ممانعة مثلا، يعني ممانعة بمعناها مو الإيديولوجي، بمعناها اللي منصادفه بشكل يومي يعني في صحف وفي محطات أخبارية وفي ناس حاملين خطاب الممانع وراكدين فيه يعني أنا بأسف هدول الناس اللي لا إلى الآن مش قادرين يستوعبوا أو ما كشفوا ضبابية وضلالية وعفوا يعني تفاهة هذا المسمى هذا المفرد. ممانعة إيش؟ يعني أنا مش قادر أفهم. يعني في عندك محور الممانعة اللي هو يعمل فقط لمصالحه الإقليمية. أنا لم أرى ولا رصاصة واحدة من يوم الثورة السورية راحت على يعني انطلقت من الجولان، ولا قبل الثورة السورية ولا قبل الثورة السورية كل النظام ولا راح أشوف كل حياتي. فأنا هذا الموضوع الممانعة، هاي المفردات اللي أصبحت توضع في قاموس مخترع. نعم. يعني أنا كنت بحب أسألك مو على معناها الإيديولوجي بصراحة، بس أسألك كفلسطينية بعدك في عندك خطاب ما أنا ممانع بالمعنى الإيديولوجي، بس بعدك محتفظة بمفردات لحنا فقدناها يمكن للأسف بعد الثورة، ولأنه ما عنا هي التجربة الطويلة والمريرة اللي عشتوها بفلسطين. رح نتوقف مع سهام أبو الستة اللي هي ناشطة مدنية سورية فلسطينية. أنا من هنا ولست هناك ولست هنا. أنا فلسطينية سورية، يعني مواليد سوريا وعشت طول عمري بسوريا، بس أنا بحمل الجنسية الفلسطينية السورية، وهي إلى خصوصيتها إنه نحن ربينا بسوريا وكنا مصرين دائما، أهلينا ربونا، المجتمع المحلي ربانا على أنه لازم حافظ على خصوصيتي كفلسطيني. ومن أهم الأشياء اللي كنا نحافظ فيها على خصوصيتنا هي اللهجة، أنه كنا أحيانا نتعرض للانتقاد إذا مفرداتنا أو لهجتنا بتكون اللكنة فيها سورية أكثر منها فلسطينية. طبعا هذا كلياته انكسر من وقت بداية الثورة السورية. يعني أنا بتذكر يعني لما كانت بعد الثورة أنه كتير قوية بدرعة بخصوصية هذا الشيء، كان الفلسطيني أنه بالبداية أنه تعاطف إنساني، أنه الفلسطيني هو مع الثورة بكل أنحاء العالم، أنه أنا صاحب حق وأنا مع الحق بكل مكان. فكان هذا التعاطف الموجود، يعني نتابع الأخبار، نسمع أغنية يا حيف، ونحن إنه هاي ناسنا، وبنفس الوقت أنا بس متعاطف معهم، أنا الفلسطيني اللي متعاطف مع الثورة السورية. بعد هيك صار الإحساس أقوى، وبدي اليقين
يتحقق. بديت التساؤلات الكبيرة أنه إلى أي مدى أنا فلسطيني وإلى أي مدى أنا سوري؟ يعني صار الإنسان الفلسطيني يفكر بهويته اللي هي هذا الجنيس، يعني الشيء المختلط بين الفلسطيني والسوري. فبدي الفلسطيني يفكر أنه أنا سوري أكثر مني فلسطيني. أنا صحيح مولدي، ميلادي، شهادة ميلادي بتقول أني أنا فلسطيني، بس أنا خلقت بسوريا، ربيت بسوريا، بعرف كيف بينطبخ على الطريقة السورية، بلبس مثل هذا الشعب، لهجتي أقرب لهي البلد من أي بلد تانية. أنا ما بعرف إلا هذا الحلم اللي بيربطني بفلسطين. كانت الكبارية بمخيم اليرموك اللي هي الناس اللي عاشت اللجوء سنة 48 دائما تقول لنا انه لا تورطونا، لا تورطوا المخيم، لا تورطوا الفلسطيني بشيء ما إن علاقة فيه، هذا صراع سوري سوري، نحن ما دخلنا فيه. وكانوا يستندوا على انه نحن اوريدي شبعنا معاناة، ما خرج بفوت اي معاناة تانية، وانه نحن هذا النظام اللي هو النظام السوري هو اللي استقبلنا وهو اللي عطانا الامتيازات اللي نحن عم نعيش فيها، فينا نتعلم وفينا ناكل وفينا نشتغل مثلنا مثل السوري. طبعا كنت انا وكانوا كل الناشطين الفلسطينيين يجاوبوا بطريقه كثير حقيقيه انه نحن اللي استقبلنا مش النظام السوري، لانه انا ماني ضيفه بقصر الضيافه، انا ما قعدت بقصر الضيافه، انا اللي استقبلني هو الشعب السوري، نحن كنا شركاء معهم، قسمناهم الهوى والمي والأكل، قسمناهن الأحلام والتاريخ كل التفاصيل. فالشعب السوري هو اللي عطاني هاي الامتيازات مش النظام السوري. كانت المظاهرة اللي بمخيم اليرموك من أجمل الفعاليات السلمية اللي أنا شفتها بالثورة السورية أو اللي شاركت فيها. أول شيء كانت من حيث العدد هي كبيرة جداً، يعني بحدود 100,000 متظاهر. كان تاني شيء كان وقتها كتير طويل من 11 صباحاً لحد 5 أو 6 بعد الظهر والناس موجودة بالشوارع. إضافة لذلك أنه كان في خصوصية الهتافات أنه دخل الفلسطيني وقتها على العلن كشريك بالثورة السورية، فكان ينقال من الهتافات اللي انقالت أنه وباللهجة الفلسطينية أنه يلي واقف على الرصيف لسه مفكر حالك ضيف، أو أنه مثلاً من اليرموك طلع القرار، أو أنه فلسطيني وحش. كل هاي العبارات اللي بتأكد أنه أنا ضمن خصوصيتي الفلسطينية أنا شريك بهاي الثورة، مو كسوري أنا وبس موجود، أنا سوري فلسطيني. أنا شخصياً بحس أنه نظام السوري إذا حبينا نمثله بشخص مثل نظام الأسد هو فعلاً أكثر فاشية. أول شيء بتعرفي أنه الإسرائيلي هو عدو، بتعرفي تاريخياً بتعرفي أنه هذا عدوك، هذا يفترض أنه هو سوري عربي، أنت عم تتلقي هذا العنف وهذا القتل وهذا الضرب من شخص هو يفترض أنه سوري، فهذا بحد ذاته أنه جريمة كبرى. ثاني شيء يعني من الأشياء اللي بتضحك اللي هي أنه بإسرائيل كانوا ينذروا قبل نصف ساعة أو 5 دقائق حتى قبل القصف. أنا ما بتذكر إلا أنه كانت القذيفة تنزل بسوريا بدون سابق إنذار. الإسرائيلي بيطلع بيقول أنه أين ضرب هذا الشيء، بيحكي انه هو قصده العسكريين ما قصده المدنيين. ان النظام السوري بيطلع بكل غباء الدنيا وبيقول ابدا ما في شيء بصير، يعني يعني بكذبك لدرجة انه هو بيحط على الجرح مو بس ملح، بيحط عليه اسيد انه عم تقتلني، لك بس قول انك قتلتني، بس اعترف بهاي الحقيقة. انه هو اكتر قسوة واكتر تعنت واكتر لئم. انا شفت مناظر وحكوا لي رفقاتي اللي طلعوا من المعتقلات عن الأشياء اللي شافوها شيء مو طبيعي. يعني أنا عندي رفقاتي بنات تعرضوا للاغتصاب، انسألهم أكثر ما تتصوري. رفقاتي الشباب هن كلياتهم مرضى نفسيين وعصابيين، بينما بالسجون الإسرائيلية في كتير طلع متعلمين، انتاح لهم يدخل كتاب، يدخل جريدة لهذا المعتقل، هذا ما صار عنا. فأنه أنا بالنسبة لي أنا ما عندي مجال للمقارنة، هذا ما بيبرر صفحة إسرائيل، هي عدو.
وأكيد هي عدو أول بالنسبة لنا، بس إنه أنا بالنسبة لي لا يقارن مع النظام الأسدي. نعم، في الحقيقة سهام طرحت العديد من الأفكار الجريئة والمهمة، ورح نناقشها بعد فاصل أخير. لكن بحب ذكر أنه سهام أبو ستة هي فلسطينية سورية ناشطة مدنية، قتل زوجها في مخيم اليرموك برصاصة قناص، وكانت بصحبته هي وابنتيه، ويعني فارق الحياة أمامهن. فاصل ونعود. أنا من هناك، أنا من هنا، ولست هناك، ولست هنا. أنا من هناك، أنا من هنا، ولست هناك، ولست هنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي. رائدة، يعني استمعنا إلى سهام وعدد من الفلسطيني سوريا لديهم إحساس بأنهم يعني سوريين ومعهم حق في ذلك، وبنفس الوقت سهام حكت تجربتها كفلسطينية تعيش في سوريا، وتعرضت في المخيم إلى عدد من الممارسات العدوانية، من قصف إلى قنص إلى اعتقال إلى ما هنالك. أين، يعني ولو سؤال مكرر، بس أين المثقف أو السياسي في الشتات من هذا؟ ماذا تقولين لسهام؟ أقول لسهام أنه مع الأسف، سهام بحييها كتير، هي صديقة. سهام يعني هي تمثل الآن للأسف شريحة كبيرة من الفلسطينيين السوريين، اللي مثل الفلسطينيين اللبنانيين اللي عايشين هون، الشريحة اللي هي تفتقد لكل الحقوق الإنسانية الحقيقة. وهي مش سهام مش لوحدها، أصبح هناك عدد كبير من هدول الناس اللي يفتقدوا أبسط حقوقهم، يعني ما أعطوهم أبسط حقوقهم. ما بدي كمان أكرر حالي، بدي أقول لك إنه هم متروكين أولاً فلسطينياً، متروكين عربياً، متروكين دولياً، متروكين على جميع الأصعدة لكي يعني يواجهوا مصيرهم. أنا بدي أقول إنه في عدد مش يعني مش كبير من فلسطينية سوريا اللي موجودين هم، اللي خلقوا هناك واللي اتربوا هناك وقدروا انه يقطعوا الحدود وييجوا على لبنان، يعانوا اشد المعاناة يعني على جميع الأصعدة. يعانوا معاناة عمل، إقامة، غذاء، طبابة، يعني كل شيء، حتى إيجاد فرص عمل لأنه ما في إقامة تتجدد لهم. فللأسف يعني إحنا في سنة 2014 وهاي الثورة اللي قمنا فيها في سنة 65، وما زالت يعني إحنا 66 سنة على النكبة، وما زال الفلسطيني يعاني مع كل شعب يعاني، يعني إحنا صرنا مع كل شعب نعاني معه مرتين. هل تزعجك فكرة أنه في فلسطيني في هذا العالم عم بيعاني من نظام غير إسرائيل أكثر، وعم بيقول أنه أنا بالنسبة لي هذا النظام فاشي أكثر من إسرائيل؟ يعني قدي مؤلمة الفكرة بالنسبة لك بعد كل هالسنوات التضحية والمعاناة والتهجير عزيزتي. نعم. هذا الموضوع لا يزعجني، مش قصة، هي المسألة مش مسألة إزعاج أو لا، المسألة مسألة مصيرية. أنا أرفض المقارنة بين إسرائيل وأي نظام في الدول العربية أو أي نظام شارك بقتل الفلسطينيين، لسبب وحيد. النظام السوري هو نظام فاشي، النظام السوري هو كان ساهم في قتل عدد كبير من الفلسطينيين، وهو طرد الفلسطينيين من لبنان، ولا أنه يعني أنه أنا مش ضد هذا الموضوع، ولكن هو قام في عملية، شارك في عملية طرد المقاومة من لبنان. ولكن الإسرائيلي يعمل بطريقة أقسى وأوعى وممنهجة أكثر. مع كل احترامي لسهام، سهام لم تعيش في الأراضي الفلسطينية ولم تعرف، على ما أظن ما بتعرف شو هو المخطط الإسرائيلي الساري بشكل ممنهج عبر
هاي السنوات. وهناك يعني ممكن لازم حلقة تانية لنتكلم عن المؤامرة ضد الفلسطيني من الإسرائيلي داخل فلسطين بالمقارنة بالمقارنة مع لا ما هو مش مؤامرة، هي صار أصبحت عملية إبادة، أصبحت عملية طرد جماعي، أصبحت عملية الممارسات نفسها اللي عم بيمارسها النظام السوري رائدة بشكل ممنهج أيضا. صدقيني النظام السوري يعني لا يقل فاشية عن الإسرائيلي، ولكن عبر 66 سنة الإسرائيلي يستخدم طرق سوفيستيكيتد أكثر، يعني فيها من المحاولة في القبع وقلع الجذور وأخذ الأراضي والسجن يعني بشكل أطول وممنهج أكثر. أنا دائما بقول أنه لا أستطيع أن أقارن بين الإسرائيلي وأي نظام تاني. الإسرائيلي هو ليس عدو فقط، هو عدو الكل، عدو كل المنطقة العربية. مع احترامي لكل الآراء اللي بتقول إنه النظام السوري ليس أقل فاشي، طبعا النظام السوري فاشي، ولكن الإسرائيلي هو فاشي أكثر وخطير أكثر. حسام ما بدنا نبين عم ندافع عن إسرائيل ولا عم نبرر لها فاشيتها، لكن كيف يعني كيف بتحللنا هالمعادلة؟ في حدا بيقول النظام السوري فاشي أكثر وعانى منه أكثر، وفي طرف آخر بيقول لا، وقد يعتقد إنه هي النظرة فيها خيانة للقضية إذا بدك أو للذات. المقارنة نوعية مش كمية، يعني مش بكمية الفاشية أو كمية القتلى أو بكمية القتلى. الموضوعين مختلفين نوعيا، يعني نحن بإسرائيل قدام احتلال استيطاني إحلالي عنده مشروع لقضم وضم وإنهاء الهوية الوطنية الفلسطينية وتغيير طبيعة الأرض وطبيعة المكان وطبيعة الذاكرة وطبيعة السكان الموجودين. في الحالة السورية عندنا قد تكون الحالة أكثر مرارة، لأن نحن قدام خصم أهلي، خصم ينتمي إلى نفس الجغرافيا، ينتمي إلى نفس الجغرافيا، نفس المكان، نفس الأرض، نفس الذاكرة، نفس العادات الاجتماعية، نفس النسيج الاجتماعي. ولكن في كل الحروب والصراعات الأهلية تكون كمية المرارة أكثر في الصراع الأهلي، لأن يعني فجأة يظهر العدو ويظهر الخصم وجهه البشع ووجه القاتل ووجه الاحتلالي حتى بممارساته، وجه ما بتكوني بتعرفي أنه موجود أصلا. مشان هيك كمية المرارة وكمية العنف في الصراع السوري الداخلي وفي الثورة السورية قد تكون أكبر، وكمية الضحايا حتى يمكن أكبر من مما شاهدنا في سنوات طويلة من طبعا الموت واحد، يعني طبعا في الموت واحد، ولكن في سوريا. ولكن أنت تتوقع من عدو غريب عنك في انتمائك وفي هويتك بالضبط. كل شيء. المفاجأة المريرة والمفاجأة المدمرة أنه تحصل هذه الممارسات من شخص، نعم، أن يقتل نظام شعبه من جهة أنت تتشارك معه، يعني شأن أم أبينا في الكثير من التاريخ ومن الذاكرة. طب يعني بعيدا عن المقارنة بين النظام السوري وإسرائيل، ونعود لفكرة الحلقة واللي هي أنا برأيي يعني تستحق لسه حكي أكثر، لأنه ممكن الاكتفاء برمي المشكلة على الأنظمة أو على السلطة وبتحييد المثقف يعني، بس أنه علاقة المثقف بالشارع وعلاقة الثقافة بالمجتمع، وشاهدنا بسوريا أنه معظم المثقفين كانوا وراء الحراك وليس أمامه، يعني إذا ما قلنا كل المثقفين، وفي بعض المثقفين حازوا لطائفتهم، وعنا مثال أدونيس مثلا. طب في الحالة الفلسطينية يعني ليه حيدوا نفسهم عن طائفتهم في سوريا إذا بدك، ولا هن عدة طوائف وليسوا طائفة واحدة؟ يعني سؤال معقد ومركب. بعتقد في إلى جانب المصالح يعني الفوائد أو أنظمة يعني هيك الولاءات المتداخلة
في شيء متأثر بتفكير بسيط أو بدائي إلى حد ما، هو أنه لا يجوز مش بس التدخل في صراع عربي عربي، لا يجوز حتى أن نقف ضد طرف يقول أنه ضد إسرائيل. نعم، بيصير في تخوين مباشرة. أنه طالما بشار الأسد، ونحن نعرف أنه حكي لفظي وأنه حكي فارغ من الأفعال ومن المضامين، طالما يقول أنه هو ضد إسرائيل لا يجوز أن نقف ضده. في قسم لا تجوز مقاومته. في قسم من المثقفين العرب مش بس الفلسطينيين، اللبنانيين وغير اللبنانيين وفلسطينيين، بيعتبروا أنه أي انحياز ضد بشار الأسد، طالما هو مادام هو يرفع راية العداء لإسرائيل وراية العداء لأمريكا وإلى آخره، هو في الطريق السليم ويجب السير وراءه ودعمه، بغض النظر عما يفعل في الداخل، لأن هذه مشاكله الداخلية. وإذا إجا نظام كمان يرفع راية العداء لإسرائيل كمان سنؤيده. هذا يعني أنا برأيي هذا حكي انتهازي وحكي لا أخلاقي. لأن نحن بنعرف أنه القيمة الأساسية لأي دور، لمثقف أو لكاتب أو لصحفي، تنبع من الانحياز إلى قضايا الناس وإلى قضايا الشعب وإلى طرف دون آخر وإلى طرف دون آخر. ولكن نحن في عنا مرض في هذه المنطقة، أنه ما بنقدر نميز بين حقين. بشار الأسد يقول كلام حق في العداء لإسرائيل، ولكن الشعب السوري هو صاحب الحق في مقاومة بشار. يعني لا تتجزأ العدالة والحرية يعني والانحياز إلى مصلحة اللفظ ولا مصلحة الكلمة التي ترفع ضد إسرائيل يأتي على حساب الانحياز إلى شعب يعاني المآسي والويلات. هذه مشكلة كبيرة يعاني منها يعني المثقفين والكتاب العرب. بدي أشكركم كتير رائدة وعبد الله وحسام، شكرا جزيلا لحضوركم. مشاهدينا الكرام، نلتقي الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.